أنا حبيت أقول أنه عملية نوعية تنمى على قدرة كبيرة برشا اليوم من عناصر الأمن، وخاصة الفرق نتاع الريب نتاع الحرس ولا نتاع الشرطة. والأمن متى غابت التعليمات أظهر قدرة فائقة للتصدي للإرهابيين. بالنسبة اللي قلنا كمال قذقذي، احنا ما قلناش كمال قذقذي بركة، قلنا 452 إرهابي اليوم موانسات ونبدأ نحسبه، فهمت؟ وقلنا وأنه فهم 420 خلية إرهابية في تونس الكبرى فقط. معناتها احنا صحيح اليوم نجاح أمني كبير ويحسب لأعوان الأمن في غياب تنسيق كبير، خاطر فما حلقة مفقودة ما بين أعوان الأمن اللي قاعدة تستخبر وتستعلم وتتصدى، وما بين القيادات في وزارة الداخلية. اللي نتمنى أن خاطر زمن، أنا مثال نسمي الاسم، زمن سماح الزواري ما كانت حلقة مفقودة ما بين الأمن والقيادات الأمنية اللوطة. معناتها أنا نصور أنه التقارير الإرشادية الأمنية اللي قاعدة تمشي من القواعد ومن فرق مكافحة الإرهاب كانت ما تلقاش صداء اللي لقاته تو. ونقابة الأمن الجمهوري، مانيش باش نعمل بليسيه ومش نحكي بركة مثالش باش نأكد على حاجة، وأنه نقابة الأمن الجمهوري في أول ندوة صحفية كشفنا الأمن الموازي اللي من بعد نهارين تحركت القوات الأمنية وتم القبض على خلية الوردية وعلى خلية سوسة. معناتها وكلنا تابعناهم بيان سور. معناتها أنا نحب نقول أنه احنا دورنا مش كشف، ولا أما ما نجموش يخبيوا معلومة على الشعب.